سي مراد، تقييمكم للمباراة بصفة عامة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ثلاث نقاط هذه أهم من هادشي كامل هي التواضع. الحمد لله كما شتي هذه أول مباراة في الأيام، دونك يعني بعد الراحة وهذا غادي يمشي الريتم اللاعبين أو المجموعة ديال الفريق في جميع الأقسام كيمشي الريتم اللي كيكون واحد التوقف. دونك حنا ملي بدينا كنا انسيستيو على لي 3 بوان، الحمد لله تاتينا. هذا هو الهدف اللي كان عندنا، رغم كما شتي كانت صعوبة كبيرة، الخصم 3-5-2 يعني عمر وسط الميدان، دونك ولينا خصنا نقلبوا على حاجة أخرى. كما شفتوا الماتش كان صعيب ما كانش ساهل، وهذا نبهنا الدراري في الاول على ان الماتش ما غاديش يكون ساهل بحكم الفتره ديال الراحه اللي كانت طويله بزاف، شهر تقريبا، شهر بزاف. العوده الحمد لله كما قلت لك 3 بوان هي المهمه وهي اللي تخلينا باش نكملوا ان شاء الله في المسار الصحيح ديالنا اللي هو ان شاء الله الصعود. وما تفوتنيش المناسبه نشكر الجمهور اللي جا اليوم ساندنا، اللي صراحه يعني غادي يكون دعم لينا حنايا خاصه في هذا الملعب ديال المنصوريه. وكنتمناو عندنا مباراه ان شاء الله اللي غتكون حتى هي مباراه اكثر من هذه. كنا كنشوفوا يعني الفريق هيروز اكاديمي كان يعني متحكم في زمام المباراه، ولكن الفرص ما كانوش كيترجموا الاهداف، واش هذا كيبين كيدل على ان الفريق كينقص يعني كينقص شي مهاجم صريح؟ لا بالعكس، عندنا كاين مهاجم صريح اللي لعبنا به، كما قلت لك غير الدراري بغاو يربحوا باسرع وقت، بغاو يماركوا باسرع وقت. دونك من السرعه طحنا في التسرع، يعني ولو اغلب الكوار يعني كما قلتي انت راه حنا تسيدنا المباراه، وصلنا للبوطو اكثر من ثلاث مرات، ولكن المحاولات ما ترجمهاش الاهداف. دونك كما قلت لك مشينا معاهم في الريتم ديالهم هما، نقص التركيز على اللعابه حتى بين الشوطين، يعني اكدنا على اللاعبين انهم ما خصناش نمشيو معاهم في هذاك الريتم ديالهم هما. انت كتعرف الهوات هو هذا، ديما الصداع اكثر من الكره. دونك حنا قلنا لهم ودي الدواء في الكره ديالكم وخليوا الصداع باش ماركو، رغم ذلك راه الهوات العقليه هي هذه وقعت هضره. من بعد تسجيل الهدف شفنا الفريق كامل ديال الاكاديمي رجع للور، واش هذا حفاظا على الهدف؟ ماشي رجع للور، دونك راه حتى التكتل الدفاعي ديال الفريق الخصم كان رغم انك انت ترجع للور وتخليه باش هو يجي لعندك باش يخوي لك الفراغات مورا ظهره هو. دونك هذه حتى هي حتى في التغييرات اللي درنا راه مشينا لعبنا على هاد البوان هذا، يعني على هاد النقطة، يعني جر الخصم عندك هنا وخلي عندنا تبارك الله لعابة رابيد في لاطاك، بغينا نستغلوا هادشي. يعني حتى التغييرات اللي قمت بها بالنسبة للتغييرات الأولين يعني قلبوا المباراة. وصار يعني كتقلب كما قلت لك، حنا كنا لاعبين بخطة، دوزيام ميطا لعبنا بخطة أخرى، يعني خصك تأدابتا مع أشنو جايب الخصم، الخصم كله اللور، دونك خصني نقلب أنا على الأجنحة لمين ندوز. هادشي علاش كنا كنقلبوا على والهدف راه جا من خطا جانبي. والحمد لله سي مراد، مبروك عليكم 3 نقاط. الله يكبر عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.